معك اخويا الراقي، السلام عليكم. بعدا معك الراقي عبد العزيز المصباحي. بالنسبه خويا سولتيني على الرقيش من دوا، انا رقيت في امريكا، رقيت في انجلترا، رقيت في السويد، رقيت في الدنمارك، رقيت في ما خليت ولو دوله في العالم، ولو دوله في العالم، شي دوله نقول لك خليتها، لا من لا من لا من دول امريكا، ولا من اوروبا، ولا من الشرق الاوسط، ولا افريقيا، ما كاينش شي دوله اللي جلستهم، تركيا، العراق، ماش غنقول لك، بقيت كان شي دول انا كنرقي فيهم ما عارفهمش حاليا انا، يعني بيننا وبينهم سبعه سوايع ديال الوقت، بيننا وبينهم سبعه سوايع ديال الوقت. السلام عليكم، معكم الراقي عبد العزيز المصباحي. كنشكر جميع المشاهدين اللي متبعين هذه القناه. بالنسبه للرقيه خويا انا غتسولني كيفاش الرقيه، انا كنرقي على طريقه الواتساب على بعد في اي مدينه وفي اي دوله. بالنسبه خويا الرقيه كنعيط لك بالواتساب، كتستقبلني، كدير مكبر الصوت، انا كنبدا نقرا، والعائله كامله، كل من ساكن في ديك الدار، ما كاينش شحال ديال العدد، كل من ساكن في ديك الدار انا كنبدا نقرا، وما كيبدا يسمعوا، اللي عنده توكال غيتقيا، واللي عنده الجن غيبدا يتسرع، واللي شك في هاد الهضره اللي كنقولوا عندي باش غنثبت لك بان هاد الهضره ديالي راه واقعيه. بغيتي تتاكد من هاد الهضره واش هي فري واقعيه، غتمشي، راني درت واحد 7 دقائق مع في لايفات اخرين قريت فيهم، وهذيك الساعه غتسنط لديك الرقيه وراه غتجرب في راسك، عندك سميتو، اما غيبداو الحركات في الجسد ديالك، اما غتقيا، اما غتسرع. وفي حاله انت الا كنتي غتحتاج ساعه ولا ساعه الله روب ديال الرقيه، غتجربها في العائله ديالك، وراه غتكتشف كامل هادشي اللي كنقول لك واش هو واقعي او لا وهم كنوهموا الناس باش نستدرجوا الناس من اجل شي حاجه اللي هي فارغه. الرقيه خويا كيفاش اكتشف داكشي؟ جاء صدفه. ايه صدفه؟ انا قلت لك راه كانت المدام ديالي انا كانت 14 راقي اللي دوز، وخمسات سنين ديال الاطباء، خمسات سنين ديال الاطباء، واحد الحاله مولا الدار اللي تجمعوا عليها 8 الاطباء في ميريزكو وحاروا فيها، ومني جيت كنشوف لقيتها السبب ديالها وهو الجن، السبب ديال هاد المشاكل هادي وهو الجن، حيت هادشي ديال الجن كيحيروا فيه الاطباء. ممكن الجن يدير لك الحكه، ممكن يدير لك الحبوب، ممكن يدير لك السرطان، ممكن ينقص لك من السمع، ممكن ينقص لك من النظر، الضيق في الصدر، الام في الراس، الاكتاف، الظهر، يعني كيسبب لك المشاكل في ظهرك او لا في درعينك او لا في كتفينك على باش ما تبقاش تخدم. اللي كيدعيوا انه كيقول لك هو راه بومزوج، هو راه ماشي بومزوج، راه لا كتسمع واحد الانسان كيقول لك اودي انا راه عندي بومزوج، هذاك هو الجن الحقيقي. كتلقى بحال الضربات في المعده، كتلقى الصحه ديالك فاشله عليك من اجل الجن. كيكون المشاكل عندك في الدار انت والوليدات ديالك او لو انت والعائله ديالك. كاين بعض المراه اللي كتبدا كضرب الاولاد ديالها بدون انها ما كتشعر، حيت هي خارج الوعي ديالها كتكرههم، لان داك الجن اللي فيها كيكره ليها الاولاد ديالها، كاين اللي كيكرهها في الراجل ديالها، كاين الراجل اللي كيكره الاولاد ديالو، كيكره المراه ديالو، كاين اللي كيكره الدار ديالو، كاين اللي جالس في الخدمه ما خدام، كامل هادشي من اجل الجن. الا عندك شي حاجه ماشي طبيعيه، اعرف مشكلك، نوض جري على راسك، دير الرقيه، وراه الا قلتي الرقيه ما كايناش، راك انت اللي غتواكل العصا، غتاكل العصا، وانت اللي غتضيع، انت اللي غتضيع، ماشي الراقي، لانك انت كتضيع في الحياه ديالك، لان كيكثروا عندك مشاكل، ما كتكون خدامش، كيدير قله الرزق، جميع المشاكل كيسبب فيها الجن. وهاد الناس غافلين على هاد العالم، هما كياكلوا العصا وكيقول لك لا راه الله كاين، راه حنا ماشي قلنا لك سير عصا الله دير الرقيه، قلنا لك عصا الله، حنا راه بكلام الله باش غنرقوك، راه ما كنرقوكش بشي حاجه من غير كلام الله. ايه هو راه كلشي كيتصاب، لا الانسان اللي كيصلي، ولا اللي كيقوم يقوم الفجر، ولا اللي كيصلي، او اللي عنده اللي مثلا كيصوم الايام البيضاء، او اللي كيصوم الاثنين والخميس، هاد الناس حتى هما كيتصابوا، هاد الناس اللي عندهم ورد حتى هما كيتصابوا. انا ما تحضر قدامي ما والو. انا الا شكيتي كان شي واحد طايح عيط ليا قول لي المصباحي هذا بغينا نوض، كون في السويد، كون في اي دوله في العالم، طايح شي واحد بسبب الجن قول لي هذا بغينا يفيق دابا، غنقول لك دير ليه التليفون على ودنو، دير ليه التليفون على ودنو، غنقول ليه طلقوا دابا، يقول لي السلام عليكم، ولا غنبدا عليك بالايات ديال العذاب والايات ديال الموت والايات ديال الحريق، غيجمع النوضه وغيبان لك ناض وتجمع ورجع كما العاده. نعيط لي بالواتساب كيستقبلني، كيدير مكبر صوت، انا تنقرا وما كيستمعوا كاع العائله اللي كتسكن في ديك الدار.
انا تنبدا نقرا اللي عنده توكال غيبدا يتقيا، واللي عنده الجن غيبدا يتسرع، يقدر يتقيا الدم، يقدر يتقيا اللحم، يقدر يتقيا تقيه عاديه، يعني كلو الحال ديالو، كلو الحال ديالو. كاين الناس اللي كيولي داك الراس ديالهم كيقرا عليهم، كاين الناس اللي كتولي فيهم بحال الجربه. هذا الشيء كله غايقول لك المصباح يكثر، وانا غنقول لك الا عندك هاد الاعراض راه عندك الجن وترقى. وراجع الكلام اللي كنقول لك انا، واش انت اللي غلط او لا انا اللي غلط؟ واش كلامي صحيح ولا انت اللي كلامك صحيح؟ ها واتساب عادي، الشرط ديال العلاج هو خاص انا نقرا انت تسمع. الله يجعل ما تكون ثلاثه المليار ديال البشر ارقي. لا علاش درت انا دي انا قادر ارقي العالم؟ واش زعما باش نستدرج بها الناس؟ لا، كل من كيسمع ديك القرايه انا كنقرا وهو كيسمع، اللي عنده توكل غيتقيا واللي عنده الجن غيسرع. ولا كذبتي جرب بلا ما تقول لي حق لا، راه غتبداو تكذبوا على عباد الله. جرب في سبعه دقائق غيبان لك العجب المتعجب. انا قلت لك جرب، لا تيخش بكلامي، جرب ديك سبعه دقائق ديال الرقيه وتبت الكلام اللي كنقول لك انا. راه غدير راقي عبد العزيز المصباحي، غدخل راه داير فيديوهات اخرين، وجرب هذاك الشيء وعرف كلامي واش هو واقعي ولا انا كنكذب كما كيكذبوا ناس اخرين. خليت شي دوله، ما خليت شي دوله، امريكا الشماليه، امريكا براسها، شمال السويد، اوروبا، الدول العربيه، انصارا، رقيت جميع انواع الناس رقيتهم، ما خليتش نوع في ذاك ما رقيتهم. ولكن دابا حنا درنا هاد المسائل، كنقول لكم اللي كان طايح شي واحد يعيط عليا غير غنقول ليه تلقوا ينوض وغينوض، ولا كيستعلو يستغلوها بعض الناس الله يهديهم. حين تفهم درتي كيحاربوا مثلا، كيبغي هو يترقى فابور كيقول لك وباقى مثلا ما ناضتش، باش انت خصك تبقى تقرا عليها باش يستغل هو ديك الرقيه خصو يترقى فابور. راه كيما درتي كتلقاهم كيحاربوا، حتى غيخلوك انت باش انت لا بعيط عليك شي واحد قال لك اودي بنتي طايحه قعدها ليا، ولا بمراتي طايحه، ولا كذا، كيحرموا حتى ذاك السيد مسكين ما ديرش معاه انت هذا الجميل. وكنقول لخوتي الله يرحم لكم الوالدين، هاد الفيديوهات ضروري نشرهم، راه كاينين الناس الامراض وراه عندك خير كبير. انا ما غديرش خير فيا وانا كدير في ذاك الخير في ذاك المريض او لا ديك المريضه. وراه الا ما كنتيش مريض راه غتجي واحد النهار اللي غتلقى العائله ديالك دايره غتوقف على هاد الشيء وغتفكر الكلام المصباحي. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.